وطي بره اروح وطي على المخرج كده اقول له ما ينفعش عشان الواد مش معايا. اللي احنا عايزينه ما يحصلش ان احنا عايزين نشوف قبل كل حاجه. عشان نشوف قبل كل حاجه لازم احنا نبقى عندنا عايزين نطبق ايه؟ يعني بقرا سيناريو مش بقرا سيناريو على ان هو خلاص هو ده اللي عامل كده. لما يقولوا لي ايه؟ انا بصور في فيلا. باخد المخرج معايا واروح اعين الفيلا اقول له اهي ما دام وفاء موافقه اهي احنا هنصور في كل حته حضرتك عايزها. المخرج عامل الترسيم بتاعه ان الراجل بيجي من هنا قعد على الكرسي ده وقام. هل شايف الكرسي ده لطيف؟ كرسي انا مالي كرسي في الفيلا. اجي الصبح طبعا خير يا مدام وفاء عايزين نصور. اه هيك اتفضل زي ما انت عايز. معلش هو الكرسي ده فين؟ اصل الكرسي عاجبه قوي وبتاع. ادي اول حاجه في الميزانسين اللي هنقول احنا هتقول المخرج بتاعك اصل الراجل عجبه وباعه. ده مش انتاج. الانتاج هو انك تتوقع اللي ممكن يحصل. اروح لمدام وفاء ولا مدام وفاء انا عايز واحد من هنا ويعطيك عندك سباك او معلش تيجي الحنفيه بايظه اللي احنا عاملين عليها ميزانسين يسيب مش عارف مين، اروح حاطط كل التفاصيل بورقه وقلم كاتب كل حاجه بورقه وقلم، ما سيبش حاجه للظروف، ما سيبش حاجه للصدفه. هنشوف فيلم تاني، الفيلم التاني انتوا هتركزوا فيه وهتفكروا بكل التفاصيل بتاعهم. انا هفكركم خمس افلام ورا بعض عشان نكسب وقت لان عندي ثلاث ساعات بس. هم خمس افلام ورا بعض كل واحد تقريبا مدته 20 ثانيه، يعني نتكلم على حاجه بتاعت 100 ثانيه يعني الدقيقتين ال 40 ثانيه، قول ورايا اي حاجه. Mortgage, proud sponsor of the NFL. ممكن نقسم بعض مجموعات
يعني نختار كده احنا مثلا مطير عايز نختار مثلا بالصفوف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كل صفين هيفرغوا لي فيلم الصفين الاولين بعد اذنكم عايز الفيلم الاولاني ما يسميش مجانين نعم حدش يتكلم انا عايز الفيلم الاولاني بس والباقي يتخيل هو انهي واحد عشان ايه يحضر نفسه عشان اللي بعدي
مستعد اني اقولها عشان كل مره بنتطور حته صغيره عشان لو انا بفرغ اللي بعديه في الاخير خالص اخر فيلم هيتفرج عليه النهارده ده الارض ان حد يقول حاجه غلط ثقه في نفسي كده مش هنتفرج على حاجه،
احنا بره المعهد احنا اللي علينا ان احنا في الحاجه اللي بنعملها. يعني ايه؟ يعني كل تفصيله صغيره بتتقال دلوقتي هي بعد كده هي اللي هتفيدنا واحنا بنقرا السيناريو. واحنا حد بيحكي لي قصه، يعني معدي يحكي لك قصه هنا اول امبارح الظهر وانا نازل رايح المدرسه، رايح الظهر ايه الظهر في المدرسه؟ انت بتصور يا ابني ولا ايه؟ يبقى لازم الكلام يبقى منطقي، لازم السيناريو يبقى منطقي، لازم الحوار يبقى ليه معنى. فالنهارده لما تيجي تقول ان الالارم بتاع الطياره ما ضربش، مخك زي ده يتحاسب، لكن الالارم ضرب. يعني انا بحب اسيبه فيلم تاني، الالارم ضرب فعلا. عملت انت راح الحادث حصل او النقص حصل. طيب لسه في حاجتين ثلاثه في الطياره ما تقابلوش في الطياره. مظبوط؟ طب دي ليه؟ يعني انت واقع على الرايعه اللي هو يعني
عشان انا بقى شاطر لازم اقول له قبل ما اروح. معلش ما حضرتك اتفرجت على الفيلم ازاي؟ جدتها تقريبا لانها كانت اكبر من مامتها يعني 60 حاجه كده. جدتها مظبوط. وكان في كيكه في ايده. شفت الفرق دلوقتي بيننا بنتكلم ازاي؟ لان احنا لو كان في ست وكان في راجل وكان في واحد بيعدي دلوقتي بقى عندنا حاجه بنعرف نقولها. معلش بقى سؤال تاني، الجنينه دي اتصورت الساعه كام؟ يعني في الظهر. ليه الظهر؟ عشان كان الشمس يعني عموديه تقريبا على الجنينه وعصافير. مين قال ان مفيش ظهر؟ أو كنت انت نويت على دول؟ لا انت خلي برضه عليك. انس قصدي يعني الساعه كام كانت الصوت ده؟ تقريبا 3 4 ليه 3 4؟ انا واقع 3 4 ماشي عشان كان شادو الشجره في شادو الراجل وهو واقف مع الكلب كان ليهم شادوهات مرميه. انا اسف على عين الفيديو ده تاني بس عايز اقول لكم حاجه، في تكنيك لتمشيه الكلاب عشان يعملوا بالبيت، يا اما بتاخده الصبح بدري قوي، يا بتاخده في نهايه اليوم بعد ما يكون الكلب اتغدى، يا بتاخده بالليل خالص حسب نوعيه الكلب. الكلاب اللي احنا شفناها دي كلاب كنيش، كلاب صغيره. عارفين انا بحكي ده معناه ايه؟ ان انا وانا بكتب سيناريو لازم افهم نوعيه الكلب اللي انا هخاطبه. كلب كانيش يبقى لازم ما يجيبش كلب وولف اللي هما بيروحوا الساعه 5 الصبح يجروا زي اللي بيقرا ويعمل بيبي في اي حته يعجبه. يبقى الشوط ده مش 5 الصبح، فانا جاب كلب كانيش يبقى مش 5 الصبح. معلش ممكن تشغلوا لي اخر فيديو تاني؟ يعني هنبص على اخر فيديو تاني تصويريا مش تصويريا اضائيا. هنشوف هنمسك اي حاجه ليها علاقه بالشكل. شكرا. I'm trying to get out.
مش بعمل قران، انا بفتي. بفتي يعني ايه بفتي؟ يعني مصر من كتر حبها في الافت عملت دار الافت. انا مصمم على الكلمه دي، فانا بفتي. افتوا معايا. السينما ما هي الا ان احنا نفتي ونوصل لابداع في الافت. اتفضلي. بس انا ما اعتقدش ان الجده هتاخد الطفله الساعه 7 الصبح تمشيها في الجنينه. نعم. ما اعتقدش ان الجده هتاخد الطفل الساعه 7 الصبح تمشيها في الجنينه. تعالى شوف الطفله لابسه ايه.
تقولي شخصية هنا، تطور الشخصية هنا، تطورت الشخصية هنا أربع مرات. فضل. هو إنسان موظف روتيني، بعد كده ورا تقريبا بتحصل فابتدى يفكر. لا، أنا مش عايزك تحكي لي القصة. عايزك تقول لي تطور الشخصية في أربع مراحل. إنسان روتيني. ما انت
انت ما تقوليش الحصان هيجري والكاميرا تحت والحصان يوصي على الكاميرا فيبقى شوت سريالي عبسي رائع. مظبوط؟ يبقى تعالى نفكر. احنا ما فرغناش لسه الاعلان ده. فرغوا لي كده تاني. تعالوا فكروا لي فريقوا فيه حاجتين مهمين بس مش محتاج ده اللي هنشوفه في النص تاني المحاضره وهعمل له بريك 5 دقايق 10 دقايق.